طالبين من رئيس الجمهورية تدخل في تسريع وتيرة الاكتتاب قبل أن يفوت الأوان على من داهمت في السن القانونية للوظيفة العمومية، موجودين في الصف الأمامي لمكافحة كوفيد وفي المراكز الصحية وفي المستشفيات، ونحن بحاجة لتسريع وتيرة رسالة الاكتتاب. سيد الرئيس رسالة ووصلت ل 31 من الشهر الماضي، جزاه الله خيرا، كنا موجودين في وزارة الصحة وسيد الوزير طلب نسخة منها وتم توقيعها وإحالتها إلى وزير المالية، وتم توقيعها من طرف وزير المالية يوم 14 في هذا الشهر، يوم 14 في هذا الشهر، وتم إحالتها إلى الميزانية البلجية. ونحن عندنا تخوش من يخلق لها خلق الرسالة عندنا فايتة، خلق لها نفس الشيء، نفس المراحل مرت بيهم، ولكن عند من وصلت الميزانية اختفت. هذا هو اللي تخوشوا منه، ونرد من السيد الرئيس، طالبين من السيد رئيس الجمهورية والسادة الوزراء والسادة المدراء ومن له شأن أو دخل في هذه الرسالة أن يتم تسريعها قبل أن يفوت الأوان على زملاء داهمتهم السن القانونية للوظيفة العمومية. إلى عاد كاتب لهم مولانا أنهم أعطيهم حظ فنهم يحضروا فيها، ما نختارهم عودوا سبب العائق. سيد الرئيس لا تكونوا أنتم السبب العائق في ذلك.